مساء الخير عليكم، حلقة جديدة وهنا ماسبيرو. الفقرة الثانية تصحبكم الزميلة داليا ناصر مع الكاتبة الصحفية أستاذة منى رجب، وتتكلم على حقوق المرأة وعلى تمكين المرأة وملف المرأة المصرية وصل لفين. الفقرة الإخبارية نبدأها الحقيقة بالزيارة المفاجئة لسيادة الرئيس امبارح أثناء الفطار. راح لزيارة إلى قسم أول مدينة نصر، قعد مع الضباط، شاف الدنيا ماشية إزاي. يعني من الزيارات اللي بيبقى شكلها فيها في ود يعني. وكمان لما دخل على نقيب امرأة، يعني برضو دي لقطة لابد أن يشار إليها في فكرة المرأة والاعتراف بدور المرأة في كافة المهن، وخلاها قاعدة على مكتبها وقاعد في مكان الضيف. يعني الحاجات الصغيرة دي بتبقى ليها رسائل عديدة. كمان هو الحقيقة امبارح على طول نزل على الموقع التواصل الاجتماعي الخاص به سعدته اليوم بزيارتي لقسم أول مدينة نصر، وشعرت بفخر واعتزاز بما رأيته من انضباط والتزام من ضباط وأفراد القسم. تحية تقدير واعتزاز لرجال الشرطة المصرية الذين يبذلون أقصى الجهود لخدمة المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار الوطن. طبعا يعني مش عايز أقول لكم قد إيه ممكن تفرق كتير جدا الزيارات دي لضباط الشرطة، إن هم شغالين وإن هم تعبانين، وإنه الرئيس بشخصه يزورهم ويقعد معاهم. والاسم أول مدينة نصر يعني هو نموذج للشرطة بشكل عام في مصر. كمان الرئيس النهاردة اجتمع برئيس الوزراء وبعض الوزراء المعنيين لتطوير المحيط الجغرافي للمتحف المصري الكبير. متحف مصر الكبير كلنا في انتظار افتتاحه، العالم كله ينظر إلى مصر في افتتاح هذا المتحف. يعني ما يقال عن هذا المتحف أنه يعني الأكبر في الشرق الأوسط، أثرنا عظيمة جدا لما يجي أجنبي ويجي سائح ويشوف هذا المتحف بكل تفاصيله، فده مهم. بس كمان الاهتمام بالموقع الجغرافي وانت رايح المتحف، السائح هو رايح المتحف، العمارات اللي موجودة، الشوارع اللي موجودة، سبل النقل إلى هذا المتحف، وكمان سبل النقل إلى متاحف أخرى اللي عايز يزور المتحف الكبير ويتجه إلى بعض المتاحف. خلينا نشوف تقرير حول هذا الاجتماع وأرجع إليكم في الفقرة الإخبارية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، والسيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والسيد أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات سير العمل في المتحف المصري الكبير في ضوء بدء التشغيل التجريبي المحدود وانتهاء الأعمال في العديد من القطاعات، منها مبنى المتحف والبهو العظيم والدرج العظيم وميدان المسلة المعلقة والحدائق المحيطة بالمتحف والمباني الخدمية. كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمراحل الأعمال والتجهيزات النهائية، خاصة ما يتعلق بقاعات وصالات العرض ومتحف مراكب الملك خوفو وتجهيزات نقل القطع الأثرية إلى أماكن عرضها الدائم. وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بالاهتمام بأدق التفصيلات الخاصة بالمتحف كمنظومة متكاملة، بحيث يعكس من ناحيتي الشكل والمضمون عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، وكذلك القدرة على التنظيم والإدارة الحديثة وفقا لأعلى المعايير العالمية. كما وجه السيد الرئيس بمواصلة الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة المحيط الجغرافي للمتحف،
الأطراف، وبتحقيق التكامل والربط مع منطقة هضبة الأهرامات، سعياً لتقديم تجربة استثنائية متفردة للزوار والسائحين، وتعظيم القيمة المضافة لهذه المنطقة برمتها لتصبح أهم منطقة أثرية سياحية في العالم، بما يليق بوجه مصر التاريخي العظيم وحاضرها ومستقبلها الذي نطمح إليه ونعمل من أجله. النهاردة خلاص يعني بكرة آخر معاد لتوفيق أوضاع الجمعيات غير الحكومية، اللي هي الجمعيات الأهلية، لأنه كان في شائعات كده عمالة تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ان الحكومه هتمد فتره توفيق الاوضاع دي للجمعيات غير الاهليه، لكن وزاره التضامن الاجتماعي اصدرت بيان انه ده شائعه، وانه تعتزم الحكومه مد فتره توفيق اوضاع الجمعيات الاهليه خبر غير صحيح، وانه اخر يوم هو الثلاث صباح الغد 11 ابريل 2023، فاللي ما وفقش أوضاعه وعنده مستندات، لأن الجامعات الأهلية بتشتغل معظمها بشكل جيد وعندها نوايا جيدة وإحنا محتاجينها، والرئيس كان يعني مهتم جدا بيجعل العام الماضي هو عام الجامعات الأهلية، يعني خلينا نوفق الأوضاع، نشوف إيه الأوراق اللي مطلوبة ونوفقها. كمان وزير الخارجية استقبل اليوم بعثة طرق الأبواب قبيل زيارتها إلى واشنطن، استقبل سامح شكري وزير الخارجية المصري اليوم وفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والذي يعتزم زيارة العاصمة الأمريكية واشنطن في إطار بعثة طرق الأبواب السنوية. إيه الموضوع ده؟ هو السفير قال إنه السفير أحمد أبو زيد طبعا المتحدث الرسمي وهو مدير إدارة الدبلوماسيات العامة بوزارة الخارجية، قال إن اللقاء شهد استعراض برنامج الزيارة القادمة لوفد الغرفة للولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى ما تشهده الفترة الأخيرة من تزايد ملحوظ في وتيرة التعاون الثنائي بين البلدين والاتصالات السياسية. أعتقد أنه هيبقى بالمقام الأول الهدف اقتصادي. خلينا نعرف تفاصيل أكثر وأهمية هذه الزيارة من دكتور أحمد السيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور أحمد برحب بحضرتك. أهلا بك دكتور أحمد. هم دول وفد الغرفة التجارية اللي موجودة في مصر هنا المصريين؟ بالفعل هو غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة بيضم رجال أعمال مصريين، هذا في يعني بيلتقوا مع نظرائهم في أمريكا، غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن ضمن ما يسمى بعثة طرق الأبواب السنوية، وهذه الزيارة تتم منذ فترة كبيرة حقيقة، منذ سنوات طويلة، وهي تتم بشكل منتظم في إطار تعزيز وتطوير العلاقات الأمريكية المصرية خاصة في شقها الاقتصادي، في ظل أن هذا الجانب هو بيكمل الجانب السياسي، والعلاقات الأمريكية المصرية هي علاقات استراتيجية متشابكة على أبعاد مختلفة سياسية واقتصادية. من الناحية الاقتصادية فإن واشنطن وأمريكا تعد الشريك التجاري الأكبر لمصر حقيقة بعد الاتحاد الأوروبي، هناك علاقات حجم التجارة التبادل التجاري يصل لأكثر من 11 مليار دولار، هناك استثمارات أمريكية ضخمة. بعثة طرق الأطراق طرق الأبواب غالبا هي بتلتقي مع غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن، تلتقي مع شركات أمريكية في مجال الاقتصاد، مع رجال أعمال، مع قبولات الشركات، هي تقوم يعني هي زيارة يعني اقتصادية بالمقام أو الأجندة اقتصادية بالمقام الأول. بالفعل يعني بتعرض لفرص الاستثمار في مصر، الفرص الواعدة سواء في مشروعات التنمية، مشروعات العملاقة في محور التنمية في قناة السويس أو العاصمة الإدارية وغيرها من المشروعات، هي تنسق وتزيد وتلقي الضوء على الفرص التي يمكن توظيفها بين البلدين. ولا شك أن هذا البعد الاقتصادي هو جزء مهم حقيقة في العلاقات الاقتصادية، لأنه بيوفر مظلة اقتصادية للتواصل دائما بين قطاع الأعمال في مصر وأمريكا. دكتور أحمد، يعني بيقاس إزاي تأثير هذه الزيارات طرق الأبواب؟ يعني بنعرف إزاي بعد كده أنها لها جدوى أو لا؟ هي بالفعل لها جدوى ولها عائد وفيدباك مهم تمثل في
يعني في زياده الاستثمارات الامريكيه في مصر، في زياده فرص التعاون الاقتصادي، لان هذه البعثه بتلتقي باطراف مختلفه في العاصمه واشنطن في امريكا، تعرض دائما تعرض لمناخ الاستثمار في مصر، تعرض لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الناجح في مصر، تعرض الفرص المختلفه في مجالات مختلفه في متعلق بمحاور التنميه التي تشهدها مصر حقيقه، ايضا في متعلق بالسياسات النقديه والاصلاحيه، وبالتالي يكون لها مردود كبير حقيقه في تزايد مؤشراتها، حجم التبادل التجاري، تزايد حجم الاستثمارات الامريكيه في مصر، تزايد ايضا عدد الشركات الامريكيه التي تستثمر ايضا في المجالات النوعيه التي تستثمر فيها، خاصه هناك مجالات مهمه مثل الطاقه المتجدده والطاقه النظيفه والاقتصاد الاخضر والهيدروجين. وهل بيقعدوا مع المستثمرين ولا مع اسواق رجال اعمال جديده لفتح يعني مجالات وفرص اكثر؟ بالطبع هو بيجلس مع كل مجتمع الاعمال الامريكي، سواء رجال الاعمال او شركات كبرى، معروف ان امريكا هي مجتمع الشركات الكبرى، وهذا يمثل اهميه كبيره، وهذه البعثه حقيقه وهذه الاليه هي اليه دوريه يعني بتحدث كل عام، هي بتعكس ايضا قوه ومثابه العلاقات، وايضا بتعكس ايضا تعزز الجانب الجهود الرسميه الحكوميه في زياره الرئيس السيسي، في لقاءات مع المسؤولين الامريكيين، في لقاءات ايضا المسؤولين وزير الخارجيه، كلها بتاتي في سياق دعم وتعزيز العلاقات سواء على المستوى السياسي على المستوى ايضا حتى البرلماني، وهناك ايضا وفود برلمانيه يعني تتبادل الزيارات بين البلدين، ثم ايضا هناك وفود اقتصاديه، وكل هذا حقيقه بيعكس ان هذه العلاقات علاقات مهمه، يعني مصر دوله اقليميه مهمه، دوله اقتصاديه واعده، امريكا هي دوله كبرى في النظام الدولي لها مصالح في الشرق الاوسط بشبكات، وبالتالي هناك تنسيق وتعاون، ويعني بالمناسبه هذه الزياره تاتي ايضا في سياق احتفال البلدين بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسيه بينهما، ايضا فيما ايضا تتعلق باحياء او بدء الحوار الاستراتيجي او تفعيل الحوار الاستراتيجي مره اخرى في العام الماضي بين مصر وامريكا، تاتي ايضا في سياق العلاقات وزياره الرئيس بايدن الى مصر في مؤتمر كوب 27 وشهادته بالدور المصري في مواجهه التغير المناخيه وفي تغير المناخ وغيرها من القضايا، تاتي ايضا في سياق القمه العربيه الامريكيه ايضا فيما يتعلق في السعوديه، وتاتي حقيقه في تعزيز وتنميه وتطوير العلاقات الامريكيه، وبالتالي العلاقات الاقتصاديه ايضا تخدم على العلاقات السياسيه. دكتور احمد السيد احمد خبير العلاقات الدوليه بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه، بشكرك شكرا جزيلا. فكره التواصل مع الدول اللي اقتصادها قوي دي في الوقت الحالي وسياسه طرق الابواب فكره جيده، وهو تقليد لكن احنا بنتكلم على المتابعه، لانه مصر بتتغير في محاور جديده، في قوانين استثمار جديده، في طاقه جديدة، في محفزات للمستثمرين بشكل جديد، يعني هيلاقوا جديد قوي يقولوا إيه، يعملوا بيه ماركتينج، يعملوا بيه تسويق للفرص في مصر من استثمار. هناخد فاصل ونرجع ندردش مع بعض بقى في الدراما السنة دي، يعني زي ما كنا قبل كده بننتقد أعمال معينة، لكن السنة دي في بعض الإيجابيات تقول لنا إنه صناع الدراما بدأوا يعني يشوفوا البوصلة للشعب المصري محتاج إيه في تقديم أعمال رمضانية كالعلاقات الزوجية أو إلى آخره. طبعا في بعض الأعمال اللي ممكن ننتقدها يعني أو نقول إنها يعني ما تنفعش تتقدم بالشكل ده، لكن على أي الأحوال يعني خلينا نقول الخريطة الرمضانية السنة دي شكلها عامل إزاي بعد الفاصل. طبعا أنتم متابعين الأعمال الرمضانية الدرامية، وفي بعض الملاحظات كده لطيفة، يعني أولا يعني فكرة أنه مسلسلات كتيرة طلع 15 حلقة، دي قناعة بقى، يعني بعد ما كنا بنقول يا جماعة بلاش التطويل والملل والأحداث فيها تكرار، ويعني سنين كتيرة عشنا على حكاية 30 حلقة دي، فكانوا يضطروا يعملوا ستريتش كده للحلقات فيقع الإيقاع الدرامي ويهرب المشاهد أو يمل. لا، في موضوعات كتيرة جدا السنة دي اتعملت 15 حلقة، فدي ملحوظة. الملحوظة التانية أنه بعض الموضوعات دخلت إلى بيوتنا بشكل راقي، يعني عندك الهرشة السابعة مثلا، الشكل في العلاقات الزوجية والمشاكل اللي بتحصل بين الأزواج، مسلسلات تانية برضو بتتطرق لفكرة الأزواج والزوجات، الوجوه اللي موجودة سواء اللي نضجت كمنة شلبي أو منى زكي أو
أمينة خليل بتنضج بشكل فظيع جدا، الجمل الحوارية، الكتاب مريم نعوم، ابتدينا نستعين بقصص كمان لكتابنا الكبار اللي رحلوا، يوسف إدريس وبعض الكتاب الآخرين. يعني في بعض الحراك الدرامي اللي حصل الحقيقة السنة دي، والبطولات النسائية كمان ملحوظة هامة في هذا أو في هذه الأعمال الدرامية. خليني أتوقف مع الناقدة الفنية دعاء حلمي. برحب بك يا أستاذة دعاء. أهلا وسهلا يا فندم، يشرفني أكون مع حضرتك. أشكرك أستاذة دعاء. يعني متفقة معي في الملاحظات عن دراما هذا العام؟ أكيد، لأن عندنا فعلا زي ما حضرتك تفضلت 14 مسلسل 15 حلقة في مختلف شركات الإنتاج أو المحطات اللي بتعرض، بس في النهاية ده منتج مصري، فعندك 14 مسلسل يبقى تقريبا أنت عندك النص 15 حلقة. ففكرة الإيقاع زي ما حضرتك تفضلت، فكرة أن عندي 10 مسلسلات بطولات نسائية، يعني برضو نسبة يعني حصة الأسد زي ما بيقولوا أنها صحيح. بطولة نسائية مطلقة، فده كله زي ما حضرتك قلت حراك، أنا بسميه تقليب التربة. أنت بتقلب التربة وبتطلع عناصر جديدة، بتطلع أفكار جديدة، مواضيع جديدة، رجعت للتاريخ الديني، قدمت العسكري بقى موجود معنا على المائدة الرمضانية بالكتيبة 101 أو حرب اللي لسه هيبتدي. فبالتالي انت الكوميدي عندك تقريبا 5 مسلسلات كوميدي. الحقيقه ان مفيش حد من الاسره المصريه مش هيلاقي اهتمامه، صحيح. أي كان بقى اهتمامه شعبي اهتمامه كوميدي هيلاقي اللي هو محتاجه. يعني انا كمان شايف انه قللنا شويه من فكره المبالغه في وجود قصص بقى جوه الكومباوندز والناس الاثرياء، يعني دخلنا الى بتاعنا شكلنا يعني شبهنا بالظبط طبيعه العلاقات المصريه، يعني حتى فكره ان التشابك العلاقات او السسبنس الاجتماعي الناس بتحب ده، فهتلاقيه في مسلسل جميله، هتلاقيه في مسلسلات زي المسلسل بتاع عملنا شلبي تغيير جو، واضح ان احنا داخلين في الثلاثه غدا عبد الرازق. فالحقيقه ان حاله الفرايتي اللطيفه دي مش هتلاقي حد من الاسره لا شايف ان ما حتى الاطفال، لا الصفاره، لا او حدوته دنيا سمير غانم جت سليمه، يعني في الاخر هيلاقوا اللي هم عايزينه. انا شايف كمان انه في ورش عمل في الكتابه بتنضج، يعني الجمل الحواريه، الحبكه الدراميه، السيناريوهات مكتوبه بشكل لطيف، تشبيكه الايقاع بشكل لطيف، يعني كمان فكره ورش الكتابه ان كنا قبل ذلك وجهنا لها اي انتقاد، لكن هي بدأت تعمل التوليفة دي أو السينكرونيزيشن اللي بيقولوا عليه. هو طول ما في صانع عمل جيد، يعني انا دايما كانوا يقولوا لي طب ورش الكتابه اخبارها ايه؟ اقول لهم ما فيش حاجه اسمها ان اطلق الحكم على حاجه معينه، لا، هي الفكره كلها مين رئيس الورشه دي تحت دماغ مين. فبالتالي طول عمرنا زمان السينما كانت بتتقدم وكان بيشوف كوثر هيكل مع رفيق الصبان عن قصه لنجيب محفوظ، يعني الموضوع كان طول الوقت بس حد بيكتب قصه، حد بيكتب سيناريو، حد بيكتب الحوار. يعني طبعا ما حدش يزعل مننا، احنا بنتكلم بس يعني قلبنا على المجتمع، واحنا كنا نتكلم على القوى الناعمة وأهميتها إيه، لكن طبعا في المجمل لا، السنة دي الحقيقة الأعمال فيها تميز واضح جدا. إحنا بس من غيرتنا على فنانينا الحلوين المؤثرين واللي بيعرفوا يأدوا أدوار جيدة، إنها ممكن كمان تختار موضوعات، لأنه يعني حلوة قوي إن إحنا نعدل سلوك مش نشوه أي معاني في العلاقات. خلينا نطلع لفاصل قصير جدا ونرجع نقول آخر خبر، لأنه خبر كمان جميل عن ثرواتنا الطبيعية. الرمال السوداء ثروة كبرى في سجل إنجازات الدولة المصرية. إيه بقى ده؟ يعني التفاصيل. تعد الرمال السوداء ثروة ومشروعا جديدا يضاف إلى سجل إنجازات الدولة المصرية من المشروعات القومية والتي شهدتها البلاد. الرمال السوداء التي كانت مهملة لفترة طويلة، إلى أن الدولة المصرية اهتمت بهذا الملف بشكل كبير. بتدخل في إيه الرمال؟ أو إحنا بنمتلك قد إيه؟ بنمتلك 11 موقع غني بالرمال السوداء، بتتحول هذه الرمال إلى صناعات استراتيجية، تقريبا 41 صناعة مهمة ممكن يدخل فيها الرمال السوداء. معنا دكتور عبد العال حسن الخبير الجيولوجي، أهلا بك يا دكتور عبد العال. أهلا يا فندم أستاذ عاطف، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب.
دكتور عبد العال، يعني اشرح لنا ايه الرمال السوداء دي، هي كلون رمال سوداء وموجوده فين؟ بص يا فندم، الرمال السوداء دي معظم المعادن الغنيه ذات القيمه بتبقى موجود داخل الصخور الناريه، ودي بتبقى موجوده في الصخور الناريه اللي موجوده في اعالي النيل، ومع الامطار الموسميه اللي بتنزل تتفتت الصخور وتتحلل الى مكوناتها الاوليه، ومن ضمنها الرمال السوداء او المعادن السوداء دي. بيغرفها التيار المائي مع نهر النيل وتيجي تترسب قدام عند اصطدام نهر النيل بمياه البحر المتوسط، فبنلاقيها متركزه على السواحل الشماليه حوالين رشيد ودمياط وبورسعيد، وواصله لغايه رفح والعريش وشرق العريش، وواصله لغايه البرونس وكفر الشيخ على سواحل الدلتا المصريه. ده طريقه التكوين بتاعها. يعني ال 11 موقع، 11 موقع في النيل. مش في النيل، عند التقاء النيل بالبحر المتوسط. تمام. على امتداد الساحل الشمالي المصري. تمام. على ساحل البحر المتوسط. تمام، الصخور السوداء دي بتتحول إلى رمال سوداء. اللي هي المعادن السوداء هي بيغلب عليها اللون الأسود. ليه بيغلب عليها اللون الأسود؟ لأن 80% أو 75% من مكوناتها عبارة عن خامات الإلمنايت، وهي معادن سوداء. الإلمنايت ده هو خام أكسيد التيتانيوم. أوكي. وهو أكسيد التيتانيوم من العناصر المهمة جدا جدا جدا، لأن أهم استخداماته هياكل الطيارات. ليه بيتميز بالصلابة الشديدة جدا 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 وخفة الوزن، والكثافة بتاعته النوعية خفيفة جدا. فبيجمع ما بين الاثنين، أنت محتاج حاجة صلبة علشان تشيل هياكل الطيارات وتظبطها، وفي نفس الوقت ما تبقاش عائق عليها في عملية الطيران. طيب، ودي دي يا دكتور عبد العال يعني بتدخل في صناعات بتحتاج إلى يعني معدات لتحويلها الى صناعات، معدات معينه، ده سؤالي. والسؤال الثاني ان احنا ده علشان صناعاتنا احنا ولا عشان كمان ممكن نصدرها؟ بص يا فندم، يعني احنا المشروع اللي موجود واللي كان اتفتح سياده الرئيس من كام شهر على سواحل البحر المتوسط هو عمليه فصل مكونات الرمله السوداء. نعم. بمعنى ان الرمله السوداء احنا عندنا زي ما حضرتك ذكرت في التقرير بتاعك 41 مكان متقيمين كلهم بواسطه المساحه الجيولوجيه المصريه، وحدثت الدراسه بتاعتها هيئه المواد النوويه مؤخرا. هم 11 مكان بس 41 صناعه. 41 صناعه بالظبط. ايوه. فال 11 موقع دول فيهم اكثر من 3 مليار طن، فيهم حوالي 300 مليون طن ركاز. ال 3 مليار طن ده هو الخام ككل، انما الركاز المفيد حوالي 300 مليون طن. بيحتوي على ايه؟ بيحتوي زي ما قلت على ثاني اكسيد التيتانيوم، وقلت الاستخدام بتاعه بيحتوي على الماجنتايت وهو خام الحديد، بيحتوي على الروتايل، بيحتوي على الزيركون، بيحتوي على معادن كثيره جدا احنا في اشد الاحتياج. اهم الصناعات ايه يا دكتور عبد العال اللي يخش فيها الرمال السوداء؟ يعني انت بتتكلم على الصناعات النوويه، بتتكلم على تبطين المفاعلات النوويه، بتتكلم على صناعه السيراميك، بتتكلم على صناعه الخزف الصيني، بتتكلم على صناعه البويات، بتتكلم على صناعه الكيماويات، بتتكلم في صناعات كثيره، صناعات استراتيجيه وصناعه اسلحه. قابله للتصدير الرمال السوداء؟ واصدر ليه يا فندم وارجع استورد. يعني انا محتاجها هنا فمش هصدر يعني. يعني احنا المشروع بيطلع ايه؟ بيطلع الخامه المبدئيه او الخامه الوسيطه اللي تخش بعد كده اوظفها بعد كده في الصناعات المتقدمه. تمام. يعني مثلا انا بطلع قماش، القماش ما بصدروش قماش، ببتدي افصله واعمله ملابس واصدره ملابس. فانت كذلك الرمله السوداء انت بتركز العناصر بتاعتها، وكل عنصر انت بتشغله في الاستخدام بتاعه. يعني الزيركون ده عناصر مهمه، في عناصر الثوريوم او الحاجات بتاعه المواد المشعه دي، وقود نووي. يعني مش هصدر الحاجه دي بعدين ادور بعد كده اجيبها منين. فمادام انا عندي الكلام ده كله بنحاول نعمل الاكتفاء الذاتي، بنحاول نقلل فاتوره الاستيراد، وان فاض بعد ذلك نصدر، يعني ما فيش مشكله. ولو زاد عن الاحتياج بتاعي اصدره، بالزبط. انا مش هخزنه. بالظبط بالظبط. انما انا اهم حاجه انا عندي الاكتفاء الذاتي. ودي متجدده، يعني دي متجدده يا دكتور عبد العال، مش كده؟ يعني كل شويه نلاقي الرمال دي، يعني مش هم 300 مليون وخلاص. مش متجدده دلوقتي بعد انشاء السد العالي، الرواسب دي بتترسي ورا السد العالي. الجديد بتاعها هيبقى ورا السد العالي في بحيره ناصر، وفي خلف بحيره ناصر، انما مش هيبقى على الدلتا تاني. تمام. لان السد العالي ما
بقى حاجز للكلام ده كله. دكتور عبد العال حسن الخبير الجيولوجي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات. انتهت الفقرة الإخبارية، هترككم مع الزميلة داليا ناصر والكاتبة الصحفية الأستاذة منى رجب للحديث عن حقوق المرأة وتمكين المرأة. احفظ يا رب بلادي وشعب بلادي، وإلى اللقاء.